هي مؤسسة. أعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة بتحديد يوم 14 يناير يعني يوم عطلة وفاتح السنة الأمازيغية هو تحصيل حاصل وتفعيل للقرار الملكي في يونيو أو 3 ماي الماضي الذي أقر بضرورة يعني الاعتراف برأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنا، وهو قرار مهم لأنه يندرج في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية والدولة المغربية عموما من أجل إنصاف الأمازيغية لغة وثقافة وهوية. وفي هذا الإطار تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على الأقل منذ مجيء الملك محمد السادس إلى عرش أسلفه، بدءا بخطاب الملكي لأجدير 2001، فتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم تدريس الأمازيغية في الأمازيغية في الإعلام من خلال القناة الأمازيغية، ثم القرار اللي هو يعني القرار الأساس التشريعي الصلب لهذا الاعتراف اللي هو الاعتراف الدستوري فاتح يوليوز 2011 بالأمازيغية لغة رسمية، ثم القانون التنظيمي فيما بعد. هذه كلها سلسلة من الإجراءات يعني تتخذ من أجل إعادة الاعتبار للأمازيغية لغة وثقافة وهوية. تقرر اليوم حسب كلمة السيد رئيس الحكومة السي عزيز خنوش أن يكون يوم 14 يناير هو فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها سيحتفل بها جميع المغاربة. وسبق هذا القرار أن صدر بلاغ عن الديوان الملكي الذي أقر بأن تكون هذه السنة رسمية، وكنعرفوا بأن السنة الأمازيغية هو مطلب قديم للحركة الأمازيغية المغربية، وهو كذلك مطلب شعبي لأن كل المغاربة من الشمال إلى الجنوب يحتفلون بهذه السنة. وهذه السنة هذه من بين الهوية تنتمي إلى الهوية الأصلية المغربية الأمازيغية اللي كنفتخروا بها، وبالتالي تميزنا عن باقي دول العالم، كتعطينا واحد الخصوصية اللي كنفتخروا بها واللي كتعطي ممكن أن تساهم حتى في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وبالتالي فهي إلى جانب مطالب أخرى هما كيندارجوا في ما نسميه اليوم بإعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية. وبالتالي احنا ننتظر الكثير لأن باقي النقود ما فيهمش تيفينا، باقي البطاقة الوطنية خص يكون فيها الحروف ديال تيفينا، وكاين مطالب كثيرة اللي وكننتظروا بأن قطاعات أخرى القطاع الخاص أنه يهتم باللغة الثانية ديال البلاد اللي هي اللغة الأمازيغية، وكذلك بعض القطاعات الحكومية بعض الوزارات اللي لحد الآن ما مستعملينش لا التشوير ولا تيفيناغ في الإعلان عن الأسماء ديال كذا. وكذلك هناك كذلك واحد العدد من الشهادات تصدر بدون اللغة الأمازيغية وعقود الزياد وغيرها من الشواهد التي تسلم للمواطنين، وبالتالي هذه لغتنا ولغة جميع المغاربة اليوم ومسؤولية وطنية كما قال هذا. وكذلك خص نوع من الجدية اللي نادى به الخطاب الملك السامي بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش، وبالتالي من المفروض أننا نتقدموا كثير في هذا الموضوع، خاصة كاين بعض المطالب اللي لا تطلب الكثير من الميزانيات أو هذا، وبالتالي خص المغاربة يعتزوا هذا حتى دوك الناس اللي مترددين أو أنهم يطرحون أسئلة ماذا سنفعل بالأمازيغية كذا، راهم لم يستوعبوا بأن راه هوية أجدادهم وهوية شمال إفريقيا وهوية كل المغاربة ماشي غير الناطقين بها، لأن الموضوع ماشي عرقي بل الموضوع وطني ثقافي يميزنا خصوصية ديالنا، وبالتالي خصنا نعتزوا به وناخذوا بجدية. القرار الحكومي باعتماد 14 يناير عطلة رسمية مدفوعة للأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية هو قرار يأتي بعد القرار الملكي الذي يؤكد فيه جلالة الملك أن اللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية والأمازيغية بشكل عام جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية ورصيد مشترك لجميع المغاربة. هي إشارة مهمة جدا في إطار مسلسل إدماج الأمازيغية في الحياة العامة للمغاربة، هي كذلك نتمنى أن تكون دفعة جديدة لفتح أوراق قطاعية موضوعاتية في جميع القطاعات الوزارية وفي جميع المؤسسات والهيئات الدستورية، حتى فعلا هذه اللغة الأمازيغية أنها يعني أن ترى يعني حيويتها في عند جميع المغاربة وفي جميع المجالات الحياة العامة، خصوصا التعليم الإعلام القضاء وجميع المجالات ذات الأولوية. تنبيهات.